كلام الإدانة والتنديد لا يكفي، يجب على أوروبا أن تقوم بأكثر من ذلك. ما أوراق الضغط بيدها؟ هي أوراق الضغط. السيد بوتين ينتظر رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية حول مسألة أوكرانيا كي يتجاوب في سوريا. المسألة هي نوع من حرب باردة جديدة تمتد من شبه جزيرة القرم إلى الساحل السوري. ولذلك السيد أوباما المتردد الدائم والذي يقضي الآن العام الأخير في البيت الأبيض لا يريد إعطاء السيد بوتين هذه الهدية في رفع العقوبات عنه قبل ذهابه من البيت الأبيض. برأيي على ألمانيا بالذات، ولألمانيا مصالح مشتركة في أوكرانيا ومع روسيا، ولها قوة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على ألمانيا أن تلعب هذا الدور الوسيط، لا أقول في إيجاد صفقة، في إيجاد ترتيبات تقنع السيد بوتين بتخفيف الضغط وبترحيل الأسد، لأنه من دون ترحيل الأسد لن يكون هناك حل للأزمة السورية. يجب قول الكلام كما هو، لأنه هو عقدة المنشار وعقدة الأزمة هناك، وهكذا يتم ترتيب الأمور ويتم دحر داعش بشكل أقوى.